أهلا بكم من جديد في حصة مغاربية. بعد دعوة وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إلى التفكير في وضع حد لزواج القاصرات بالمغرب، طفى على السطح من جديد الجدل حول الموضوع، حيث ذهب فريق إلى المطالبة بالتعجيل بتعديل مدونة الأسرة وخاصة المادة 20 التي تبقي الباب مفتوحا لهذا النوع من الزواج والنص الصريح على منع زواج القاصرات، فيما ذهب فريق آخر إلى التشبث بما جاءت به مدونة الأسرة وإبقاء الكلمة الفصل بيد الطب والقضاء. زواج القاصرات يطفو على السطح من جديد بالمغرب. فعاليات سياسية ومدنية تطالب بتعديل مدونة الأسرة والتنصيص الصريح على منع زواج القاصرات لما يخلفه من آثار نفسية وصحية واجتماعية على ضحايا هذا النوع من الزواج. أنا ضد هذا الزواج القاصرات، ونطالب جميع المؤسسات، جميع المهتمين بقضية الفتاة والمرأة بصفة عامة أن يسارعوا إلى تغيير قانون مدونة الأسرة. هذه المطالب لاقت رفضا من طرف كثير من الخبراء والمهتمين الذين يعتبرون أن التنصيص الصريح على منع زواج القاصرات سيضيع كثيرا من الحقوق، مطالبين بالإبقاء على القرار النهائي بيد القضاء. أنه ينبغي الإبقاء على السلطة التقديرية للقاضي في تزويج القاصرات بناء على بحث اجتماعي من طبيعة الحال، إذا تبين على أن مصلحتها في زواجها بزوج كفء لها وأنها تتوفر فيها الشروط على مستوى البنية الجسدية وعلى مستوى يعني القدرة البدنية والقدرة التحمل. من جهة يرى الخبراء في المجال الصحي أن باب زواج القاصرات يجب أن يبقى مفتوحا ومرهونا برأي الطب والقضاء. يجب أن يكون زواج القاصرات يعني استثنائيا، ولكن ترك الباب مفتوحا في بعض الحالات كلما رأى الطبيب وأيضا القاضي أن هذا الزواج لن يضر بالفتاة. هذا وكشفت دراسة تشخيصية أنجزتها رئاسة النيابة العامة حول زواج القاصر أن نسبته مقارنة بمجموع عقود الزواج المبرمة وصلت إلى 12%، أرقام يقول عنها البعض بأنها صادمة تؤكد استفحال الظاهرة، ويقول عنها آخرون بأنها تمثل واقعا لا زال يفرض الحاجة إلى زواج القاصرات. جدل كبير حول زواج القاصرات بالمغرب يطالب فيه البعض بتعديل مدونة الأسرة بشكل يسد الباب على هذا النوع من الزواج، أمر يرفضه البعض الآخر الذي يرى بأن الكلمة الفصل يجب أن تكون بيد الطب والقضاء. كريم الخرقوري، قناة الرد، الرباط. نرحب بضيفينا من الرباط، السيدة نجية أديب رئيسة جمعية مدقيس ولادي، ومن طنجة السيد محمد الفزازي رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ. أهلا بكم ضيفانا على شاشة الغد. أبدأ معك سيدة نجية، أثار نفسية صحية اجتماعية على البنات اللواتي وقعن ضحايا لزواج القاصرات، مع ذلك هذا النوع من الزواج في المغرب متصاعد ومرتفع ويمثل 12% مقارنة بعقود الزواج المبرمة، كيف ذلك وأين الخلل؟ نعم، شكرا على هذه الاستضافة اللطيفة، وأشكر قناة الغد على التطرق لهذا الموضوع الشائك والذي يهم شريحة مهمة من المجتمع، ألا وهو لا أقول زواج القاصرات ولكن بيع القاصرات أو اغتصاب القاصرات إن صح التعبير. فاغتصاب أو الإجهاز على القاصر أو الفتيات القاصرات، نرى بأن التقرير الذي صدر عن النيابة العامة الذي هو صادم ومهول ومخيف بأن هناك 19926 طلب لزواج القاصر في 2020، وبالتالي تم تزويج أكثر من 13000 قاصر. فالقاصر هنا
نجهز على طفولتها، على مستقبلها، على طموحاتها، نجهز على كل أمانيها وكل ما يعني وكل محيطها وأحلامها. فبالتالي القاصر تبقى قاصرا وعديمة الأهلية. فكيف يعقل أن القاصر ليس لها الحق في الشهادة، يعني شهادتها لا يعتد بها، وكذلك ليس لها الحق في التصرف في الإرث. وبالتالي نأتي إلى نقطة مهمة ومصيرية الذي هو الزواج، ونزوجها قصرا وغصبا بدون إرادة. هل هذه القاصر لها إرادة حرة في أن يعني أن تختار شريكا لحياتها؟ لا. فحتى المادة 19 من مدونة الأسرة تقول يجب أن يكون السن القانوني اللي هو في 18 سنة حتى يمكن إبرام هذا الزواج، ولكن المادة 20 والمادة 21 تقول أن هناك استثناءات أو اجتهاد القاضي. أنا أطالب شخصيا بإلغاء الاستثناءات وتثبيت القاعدة القانونية. فلا يمكن أن نجهز على هذه الطفلة بحكم أنها ليس لها يعني في المجتمع، لا تدرس ولا تشتغل ولا يجب حمايتها. أولا يجب حماية هذه القاصر حتى يعني حتى تنضج فكريا. ومن يقول بأن هناك يعني استثناءات واجتهاد القضائي ربما لأنها تتحمل، سوف نرى رأي السيد محمد، ولكن نفسيا هل هي قادرة على تسيير أسرة وأبناء؟ هنا لكن هناك من يرى أنها لديه ظروف ولديه وربما ضغوطات الحياة إلى غاية ذلك. سوف نرى مع الأستاذ محمد الفيزازي. كيف سيد محمد، كيف ترى زواج القاصرات إذا أخذنا بالاعتبار الأضرار النفسية والصحية والاجتماعية التي تعود على الفتاة بالدرجة الأولى؟ أمسية طيبة للجميع وللأستاذة من الرباط، وحياكم الله جميعا وللمستمعين والمشاهدين كذلك. أهلا وسهلا. أولا نحن نتحدث عن القاصرات دون أن نعرف من هي القاصر، ونتحدث عن القاصرات ولا نتحدث عن القاصرين. فهناك زواج الراشد بالقاصر، وزواج القاصر بالقاصر، وزواج القاصر على اختلاف العمر. القاصر يعني دون البلوغ الشرعي، ليست هي القاصر دون البلوغ القانوني. لا ننسى أننا مسلمون أولا وأخيرا، وأن شريعة الله فوق كل اعتبار، وأن القاصر في الإسلام بخلاف القاصر في القانون. القاصر في الشريعة تخالف القاصر في القانون. القاصر في القانون كلنا نعلم، وأختي الفاضلة من الرباط، القاصر عندها وعندي وعند القانون هي ما دون 18 من عمرها. نعم. القاصر شرعا شيء آخر تماما. فالراشد في الإسلام أو الراشدة هي التي، مثلا نتحدث نحن الآن عن الفتيات، فالفتاة التي تحيض وتدركها الدورة الشهرية هذه راشد شرعا، وهي مكلفة بكل الأحكام الشرعية من صلاة وكل الفرائض من صلاة وزكاة وصيام وما إلى ذلك. نأتي الآن إلى ينبغي أن نعالج القضية في عمومها. صحيح نحن أمام استثناءات 12% من ماشية 88%، لكن هل نتحدث عن القاصر جسديا فقط، أم القاصر نفسيا، أم القاصر فكريا، أم القاصر من أي اعتبار، من أي ناحية؟ فقد تكون بنت 30 و40 وهي قاصر نفسيا وقاصر فكريا، وهي تخبط في الحياة خبط عشواء دون مبالاة ولا يستقر قرارها على قرار. نحن نبقى الآن تجد في القاصر التي هي قانونا، التي هي دون 18 سنة في مجتمعاتنا العربية. هذه التجارب لم تكن ناجحة، أغلبها تعاني البنت أو الطفلة القاصرة التي هي ما دون 18 عاما من أضرار نفسية، أضرار صحية، أضرار اجتماعية. لم تنجح هذه التجربة لدينا.
هذه دعاوى، لكنها في واقع الحال لعل الأمر يختلف، فقد تكون كما قلت لك فوق العشرين وفوق الثلاثين ولها مآسي ومفاسد زواج فاشل ألف ولا أدل على ذلك. أزين ربما الآن أزيد من 300,000 حالة طلاق، كلهن راشدات وكلهن بسم الله ما شاء الله، ولكن هل فشل الزواج أم نجح؟ 300,000 حالة طلاق عندما نقول طلاق، لكن المتضرر الضرر يكون أكثر لما تكون البنت قاصر. نذهب لنأخذ أي تعليق من السيدة نجية أديب على ما قاله السيد محمد. نعم، الأستاذ الفيزازي قال بأن هناك يعني راشدات وفشلنا في الحياة الزوجية. أقول هناك استثناءات وليست هي القاعدة، بل القاعدة فشل زواج القاصرات هن الأكثر يعني الأكثر عدد وليس الراشدات، لأن الطفل القاصر هل يمكن أن تلبي حاجيات البيت؟ لا. هل يمكن أن تلبي أو تتمتع بالحياة الزوجية مع زوج يفوقها سنا بعشرين أو ثلاثين سنة؟ لا. هل يمكن أن تربي الأبناء؟ لا. فهي قاصر جسديا ونفسيا وعقليا ومرفوع عنها القلم، فهي ليست أهلا للزواج بالبتة. فهذه ترقيعات، أنا أسميها ترقيعات، ولكن الواقع المعيش الذي نعيشه ونتعايش معه، لنذهب فقط إلى محاكم الأسرة تعج بطلبات الطلاق للقاصرين، بما أننا نحن نشتغل على ملفات القاصرين. كثير من ملفات الطلاق هن لقاصرات، لأن هذه القاصر عندما تتزوج قصرا فإنها تكون خادمة، ليس إلا خادمة للزوج وخادمة لأمه وأخته وأخيه، فأين الحياة الكريمة لهذه الطفلة القاصر التي ستربي لنا أجيال؟ هذه ترقيعات ليس إلا. فأنا أقول القاصر أو الراشدة كما قال الأستاذ الفيزازي ليست هي من تحيض، طيب، بل هي من تدبر. أعود إلى الأستاذ الفيزازي. وتدبر البيت وتدبر الأسرة. نجية أديب، سيد الفيزازي، هل ترى أن مجتمعاتنا مستعدة لهذا النوع من الزواج، لتحتضن هذا النوع من الزواج؟ نقرر أننا لا، أنا ولا الأستاذة الفاضلة نجية لسنا أرحم من أبي هذه الفتاة التي نسميها قاصرة، مثلا 17 سنة و11 شهر و20 يوم قاصر، أو 29 يوم قاصر، اليوم قاصر، غدا ستكون راشدا. يعني هذه المعيارية هي معيارية يعني فرضية ليس إلا. هل نحن أرحم على هذه الفتاة القاصر بين مزدوجين من أبيها، والذي قد تكون له إكراهات تئن بحملها الجبال، هل نحن أرحم بهذه القاصر من القاضي رجل القانون، الرجل الذي يستعمل كل ما يملك من ترسانة قانونية ومن التقديرات لرجل القانون ورجل القضاء؟ هل نحن أرحم من هذا المجتمع الذي يقبل بهذه الزيجات وإن على مضض وإن على مضض؟ أنا شخصيا لن أزوج بنتي ما ربما قبل العشرين حتى أكون صادقا معكم، لكن هل نحن أرحم؟ هناك إكراهات فوق ما يطيقه الإنسان، ولا سيما في البوادي، ولا سيما في بعض المجتمعات الفقيرة جدا التي لا خلاصت، فقير عنده 6-7 بنات وليس له من مورد نهائيا، أمامه الجوع، أمامه الفاقة، أمامه الحاجة، ربما لم يتحمل الجوع لكن تحمل أضرار ابنته النفسية والصحية. هذا موضوع ثاني. صحيح، من يتحمل موضوع ثاني. أعتذر منك سيد الفيزازي، انتهى وقت هذه المقابلة. شكرا جزيلا لك سيد محمد الفيزازي، رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ، كنت معنا من طنجة. وأشكر أيضا سيدة نجية أديب، رئيسة جمعية ما تقيش أولادي، كنت معنا من الرباط. شكرا جزيلا لك سيدتي. حصتنا المغاربية متواصلة وفيها بعد الفاصل.
جولة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في فرنسا، رحلة علاجية أم مناورة سياسية؟